حضرتك ولا شكر على واجب. يعني انا دايما ما هو دايما شكرا دايما انك اقول اديت هذا الواجب. العسكريين بيرفضوا كلمة نشكركم وكده، ليه؟ لأن أنا كراجل عسكري ده واجبي، أنا نفذت واجبي، ما هو مين في الدنيا ولا أستحق دلوقتي، عليه شكر. مين دلوقتي في الدنيا لا بيعمل واجبه؟ وياما شفنا جيوش لا لا ضيعت في بلادها، ناس، لا في وياما ناس شفنا كتير، في جيوش ناس باعت بلادها وناس. يعني احنا بنتكلم عن جيش مصري وطني من داخل كل بيت من بيوتنا، حضرتك عشنا معاه يعني نصره وانهزاماته او انتكاساته زي ما من حضرتك رافض ان 7000 احنا سنة نسميها حضرتك، هزيمة هي نكسة. وفي جيش مصري طبعا من 7000 سنة واحنا بنحارب، من ايام الفراعنة واحنا بنحارب، ودايما مصر كان جيشها احدث جيش موجود. طبعا. بس